السلام عليكم. بون بور هاد لا سيونس ديال اليوم ان شاء الله غادي نهضروا فيها على لي فيغور دو ستيل. فبالنسبه لهاد الكور هذا مهم كو سوسوا اللي اختار لا بوطا ميغ يخدم عليها ولا انتيغون ولا لو ديرني جوبان كون غادي. فبالنسبه لهاد لي فيغور دو ستيل هادو كاينين بزاف. اولهم غادي نبداو ce qu'on appelle la comparaison. Faites la comparaison, Heidi. Il y a mon carana. C'est-à-dire qu'on a le rapprochement de deux éléments. Faites les deux éléments, Heidi. Moi, le comparé et le comparant. يعني مقارن والمقارن به. وغالبا ما كيكون دي زوتي دو كومباريزون بحالاش هاد لي زوتي اللي كنعرفوهم كاملين. فهاد لي زوتي هادو كوم كوم وكاين باغي ا. بالنسبه للفيغور دو ستيل الثاني اللي هو لا ميتافور ميتافور هادي شنو هي؟ ركزوا معايا مزيان وتبعوا الفيديو حتى الاخر. هاد لا ميتافور هادي هي كومباريزون، هي في حد ذاتها مقارنه ولكن بدون اداه، يعني ما كنستعملوش فيها كوم وباغي ا، ما كنستعملوهمش في لا ميتافور. فهاد لا ميتافور هادي سي اون كومباريزون. وكيفاش كنفرقوا بين لا كومباريزون؟ قلنا سون اوتي كنديرو ليها لا ديتيرميناسيون او نيفو دو سونس. فالمعنى ديال العبارة أو الجملة هو اللي كيحدد لينا واش سي اون ميتافور ولا لا. بحال مثلا نقدرو نقولو في ان اكزومبل لا في اي لون، لا في اي لون ولا لا في اي ان لون فلوف tranquille. La vie est un long fleuve tranquille. C'est un exemple. Je nous mets ça. Anna, la vie est un لا فلوف ياك تقارنا بالفلوف و وجه المقارنه هو لا ترونكيليتي. ف الهدوء ديالها تقارنت الفي بالفلوف. فهنايا هضرنا على لي دو اوتي او لي دو فيغور دو ستيل اللي هما لا كومباريزون لا ميتافور. كيتشابهوا، قلنا ان لا كومباريزون هي المقارنه باداه يعني بكم باغي ا، كوم ان لا ميتافور مقارنه ولكن بدون اداه. فهنايا غادي ندوزو لي دو زوتر فيغور دو ستيل اللي هما لا بيرسونيفيكاسيون ولا بيريفراز. بون اون كونتينيو. بالنسبه لي زوتر فيغور دو ستيل كاينه لا بيرسونيفيكاسيون. هاد لا بيرسونيفيكاسيون هادي شنو كتعني؟ لا بيرسونيفيكاسيون هي ما كنعملين كنعطيو واحد كاركتير ديال اون شوز ولا ان انيمال ان هومان اون فورم هومان. فكنقولو بلي سي اون ريبريزونطاسيون دون شوز d'un animal sous une forme humaine. Ça fait des définitions à nous rappeler les hommes, ils sont ça, il y a une autre qui n'est pas. Ça n'est pas d'une dose la périphrase.
البيريفراز هي سهلة وغتعقلوا عليها مزيان. فلا بيريفراز هي منين كناخذوا واحد لو مو معين امو وكنعطيوه ليكسبريس وكنعطيوه لواحد ليكسبريسيون معينة. كيفاش؟ فمثلا اوليو دو دير مراكش كنقولوا لا في روج داكور. فهنا c'est un exemple ديال لا بيريفراز. au lieu de dire la vie au lieu de dire Marrakech on dit la vie rouge. C'est simple. Bon, pour troisième figure de style, c'est ce qu'on appelle l'euphémisme. هذا الفيميزم هذا منين كتلقى واحد لو كاركتير اللي خايب عند شي بيرسون ولا باغ اكزومبل او ليو دو دير لواحد الراجل كبير في السن توي فيو كنقولوا ليه بلي tu n'es pas encore jeune. فهنا حيت tu n'es pas encore jeune يعني سهل من انك تقول ليه توي فيو داكور. فهنا كملنا غندوزو لي زوتر فيغور دو ستيل اللي عندنا. بوغ لي زوتر فيغور دو ستيل كاين عندنا لانافور qui est la gradation qui est l'énumération فبالنسبه للانافور بسيطه هي انها la répétition de certains mots ou termes dans chaque proposition. مثلا عندنا واحد الجمله الاولى والثانيه بيناتهم فيرغول فلا بارتي الاولى اللي كدير مثلا كسوا تيرم ولا مو كتعاود لينا فلا بارتي الثانيه من البروبوزيسيون الثانيه. فهنا سي شون ريبيتيسيون داكور. دي مو او دي تير او نيفو de chaque proposition. Fait l'improuma, d'accord. Mais c'est pas la gradation. La gradation, il y a mien, kandiro, les termes, avec des niveaux. Maintenant, après quoi, succession des termes. Avec des niveaux. Et les niveaux, ils peuvent être croissants comme ils peuvent être décroissants. Mais c'est là, comme par exemple, maintenant, le gna va, virgule, court, virgule, vol. Fehna, qui mchi, qui jri, qui terre. Et ni mcha, min niveau, habak. بدا كيطلع النيفو المتوسط ابخي يطلع النيفو عالي. فهنايا هادي سكون ابيل لا غراداسيون او كونترير دو لينيميراسيون. لينيميراسيون حتى هي سوكسيسيون دي تيرم ولكن ما كاينش واحد لي نيفو معين او نيفو دو جونغ باغ اكزومبل. يعني غادي تبقى نفس لا ديفينيسيون مي سون نيفو. فهنا هادي سون نيفو. مثلا ملي غادي نقولو هنا باغ اكزومبل غادي نقولو لي كولور روج فير بلون. هادو راه ما عندهمش واحد النيفو معين كاملين سو سون دي كولور. ولا كوشون فاش ان هادو كاملين سو سون دي مو لي عندهم لا ميم ناتور. فهنايا دائما كنركزو مزيان كو لا ديفيرونس اونتر لا غراداسيون اي لينيميراسيون سي كو لا غراداسيون سوكسيسيون دي تيرم او نيفو سوكسيسيون دي تيرم افيك دي نيفو. يعني كو سوا من كبير لصغير ولا من صغير لكبير داكشي وغاد تدريجي. او كونترير لي نيميراسيون ما كنركزوش على لي نيفو. فهنايا مثلا كنقولو غير شي حاجه عندهم لو ميم جونغ مثلا ولا فباغ اكزومبل كيف قلت لكم دي زانيما ولا مثلا des couleurs. فهنايا دائما كنقولوا راها c'est une énumération. بالنسبه للانافور قلنا c'est une répétition au niveau des mots des termes. c'est joli طق
طاق فيربول سي جولي هذيك الفي دو ريبيتي لو مو ولا لو تيرم دو فوا في شاك بروبوزيسيون في لا فراز كامله خصها تكون اون فراز لا ريبيتيسيون تكون في شاك بروبوزيسيون مثلا سي جولي شي حاجه نكتبوها فيربول سي جولي سي جولي مدام سي جولي ميتريس مثلا باغ اكزومبل فهنايا ركزوا معايا الفرق بين لا غراداسيون لي نيميراسيون و شنو التعريف ديال لانافور. Bon, on continue pour les autres figures de style. Bon, on continue pour les autres figures de style qui est ce qu'on appelle l'hyperbole. L'hyperbole. C'est le jour de l'exagération. كيفاش مثلا كنقولوا être mort de rire في ليكسبليكاسيون ديال هادي ما كتعنيش انه مات من الضحك فريمون وانما كسرت الضحك ديالو يعني كيضحك بزاف فهنا كنقولوا سي سون اكزاجيراسيون يعني حيت سيل ما ماتش من الضحك غير كيضحك بزاف داكور سي فاسيل سا غندوزو واحد ادوات اخرين ولا دي فيغور دو سيل اللي كيدلو على لوبوزيسيون فهادو كي سون 3 فيغور دو سيل اولهم عندنا لوكسيمور فالوكسيمور هادي كدل على دو تير لا ميم فراز لا ميم فراز كي سون اوبوزي D'accord, deux termes qui sont opposés. Par exemple, Kongolo, cette obscure clarté. Cette obscure clarté, l'obscurité, il y a de la toute la clarté qui tombe des étoiles. Dire comme elle a dit la phrase. Qui tombe des étoiles. فهنا كاين عندنا دو تيرم لي كيسون اوبوزي ساهله خصكم غير تعرفوا المعنى ديال لو تيرم ابري تقدروا ديتيرميني واش من فيغور دو ستيل عندكم كاين ثاني واحد الفيغور دو ستيل اخر اللي هو لونتيتيز فهاد لونتيتيز هذا شنو هو ملي كيكون عندك دو زيكسبرسيون كي اون دو زيدي اوبوزي دو زيكسبرسيون idées opposées. فملي كتلقى في نفس لا فراز واحد جوج عبارات عندهم معنى مختلف بالضبط يعني هنا اوتوماتيكمون كنهضروا على لونتيتيز ماشي لوكسيمور حيت لوكسيمور فيها غير دو تيرم اوبوزي كيكونوا رابروشي حدا بعضياتهم او كونترير لونتيتيز كيكونوا دو زيكسبرسيون ولا دو زيدي اوبوزي فغادي ندوزو l'antiphrase دي لونتيتيز كي لونتيفراز لونتيفراز ملي كتقول شي واحد شي حاجه اللي ما كايناش في المخ ديالك كتقول لو كونترير ديال داكشي اللي كتفكر فيه دائما اي حاجه كتبغي تقولها لشي حد كتقول ليه شي حاجه وانت كتفكر في شي حاجه اخرى ضد ديال داكشي اللي كتفكر فيه فهادي عندها علاقه بلي بونسي اونتي فراز هادو هما لي 3 فيغور دو ستيل اللي كيدلو على داكشي ديال الضد فالوكسيمور جو ريبيت لوكسيمور اي حاجه فيها دو تيرم اوبوزي لونتيتيز دو زيكسبرسيون عندهم دو زيدي اوبوزي لونتي فراز ملي كيكون عندك شي حاجه في مخك وانت كتقول الضد ديالها هنا اون بارل دو سكون ابيل لونتي فراز بون جيسبر كو فهمتوا هادشي اللي درنا بون باقي دي فيغور دو ستيل اخرين مي ماشي مهمين بهذيك الدرجه اللي كنشوفوا بها هادو داكوغ ف جو فو سويت لو بون كوراج اي خدموا مزيان قراو هادشي وعاودوا راجعوا حيت ملي كتعاود تراجع كتخلق داكشي في المخ ديالك اكثر
فبون كوراج اون اوتر فوا اي السلام عليكم الله يعاونكم.